بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكلا وبقول يتضبطنات كمدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين كسو الجري، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. وحبابي هاي إن لعدي أن السنة يوم النحر ما نكد ونروق يوم النحر ما نكد طبنا هذا سنة وحوي أن يرمي إنه بورت الطورطوق أنه روح حاجقة، ثم أنت أكدبنا بعد الرمي ينحر ونفكي قورعه وذبحه وصمعه، ثم بعد ذبحنا يحلق ومضح حيره تميس كحيره. وأن سنة وحوي الابتداء مكة تمها الحيران ينا وحاسنا إن لغو باللابه في الحلق حق حير الشدة بالجانب الأيمن لنك مذيق المضح هذا لنك مذيق باتكو باللابيس هنا ديبه ساقفه كو حيري، ومن رأس المحلوق كيلو حيري مدحي ساه. سنة مركة واسدة أعماش أفر طيدة مالك يوم النحر اللقباني ساسي أكله الريان مركة لقصه كلا مزدلفة من الليمات جمرة العقبة مركة أوريسة لقنا كدبنا نافكبا لقوريعي يحوليه مركة اللوذي وحاكو حيقا حيرشدة وحاودن بي ضواف الإفاضة وما كلا آذي حق حيرشدة زوماها لنك مدقبا لهور حيري كدبنا بيحدا أودن بيني. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث ابن طلق النخعي عن هشام بن حسان القردوس الأزدي عن محمد بن سيرين أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا نبغ منه التقي وأويمد أصوك أصوك اللهي مزدلف، فأتى الجمرة بورت بن نبغ يمد أصوك عليه فرماها وغنوا طورا ونغ سومر دنكو كطورا من بطن الوادي اي نبي كسو تورتي، ثم انت كتب اتى وحوت منزله وبوسكي سي مشو كدغلا منن بمنن ونحرا نبي منو مركو تورت كدب ماشي حوله يغير او جوجين حوله لغور الى نبي تغو من اهيد مركاس وغورعي، ثم قال للحلاقي قيلي بغورعي لحدن يدورك اها طيب لحدني صدح على النبي قورعي صدر تطبيق صورنا علي وقرواني صوم بري بقول كهالات ينوغ مالك قورعي عليه الصلاة والسلام. ثم قال انت قدم حقول للحلاقي ننكي تما حيري خذ قبو طيب يعني دنكن قبو دنكن قبو، وأشار وحنبق إشارة إلى جانبه الأيمن مدحي سدنكي سمدك بو إشارة، ثم الأيسر هذانا دنك بدحي ونبق إشارة مكوكيم مدك توهران وصو إشارة، ثم جعل نبي حجذق علي يعطيه الناس إنه ضد كسين يتمه تمه النبي ضد كوقيبي أبو طلحة لبده وقيبي بنك مدك تمك اللحيري نبي جو أبو طلحة ودي بمركي رقيبي ولا قيب شهادنا بيحب اللحيري كدبنا أم مسلم بره الله سيو تي ففانت وإيمان دونته مركز سنة وامحي مالكاس ورمي جاوه الرية نحرق كحقة كدبنا حيرشد يا كحقت. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال وابن نمير وابو كريب قالوا جماعة داس أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن حسان الأزدي بهذا الإسناد، هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك بهذا سند كؤها. أما أبو بكر بن شيبة فقال في رواياته للحلاق رواية الصوح النبي كيري مركو أبو بكر سوك حديث كتبين أيه ها اسمه فعل أمر ويو يعني خذ بي لمتا ها قبوه هو أو كلي مركا رواية رايد خذ بي أهيد وفعل كباتوس لو عدي هنا لكن اسمه فعل أمر ولكنه ها ها أنا والله إلى هذا ولمده يجد الله قابي قبوه. وأشار النبي حكم بيدار بيده الكريمة قعد سوى قيمها بانيد إلى الجانب الأيمن رنك مذيق مدح سنبي وقعد كت المامي هو برنك قبو رنك حير هكذا سيداس وقعنت وقو إشارة وقو فيقي، فقسم شعره تميه سيب النبي أقيبيي بين من يليه ذاتك ودواء ذاتك حقي النبي أكتيس تشوغي فربضنا أي النبي أقيبيي. قال وحرى أبو بكر سوك رواية ديسي، ثم أشار إلى الحلاق
نيك تما حيري من أبو أمي دارو كالا يري وإلى الجانب الأيسري دنك بدحنا وات المامي أصيب قعنت فرت كفيقي دنك كالا حير بوري وهذا روح أنت طاب توك لما سيد إلى هذا حق أنا أطابت دنك بدحنا حير. ثم أشار إلى الحلاقي حلاقي من كفر فيقي وإلى الجانب الأيسري من رأسه بالوجه ذا دنك بدحي مدحي سنة نبي قعنت كمي داري فحلقه حلاقي ودنك بدحيري فأعطاه أم سليم فأعطاه أم سليم من النبي سي وحسيه أولي بينه وأبو طلحة لكن وبأمر من النبي صلى الله عليه وسلم نبي أمري وفري وسيري. إذا الرواية ذا والرواية أبو بكر بن شيبة مسلم شيخ يسي. وأما في رواية أبي كري إلا جماعة اسكو قبطي أبو كري محمد العلاء القشيري رواية دي سمر كان حديثك كتبين أسوي حيوني. قال أبو كري بحوري فبدأ بالشق الأيمني رنك مديك بنبي كب الله بيشيح مديك إن لا حيره فوزعه وقيبي رنك مديك تميه سيبو قيبي الشعرة لواحد والشعرتين لآخر بين الناس يعني تدخل سي أبضناي تميه النبي عليه الصلاة والسلام رنك مديك إن لا حيري ننتين قاتا نن لمتموض أي قاران نن لبن ميق خلال نن ميق خلال لك النقض سيد الله الله بضنا تلك تيمان النبي سوقي فوزعه واقي من التوزيع قيبين واقي بالشعرة لواحد والشعرتين لآخره بين الناس بو قيبي يعني فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين ساس كو خدنت تلك دخل النبي كو قيبي قاب كي قيبي لو قاتي قسمه الشعرة والشعرتين. ثم قال وحن بالايسر ثم قال اشار بالايسر اما فعل بالايسر بنك بيدح بادني حير فصنع به وحكسم حق قيبنتا مثل ذلك سيدو كلو كسميي. ثم قال وحوري ها هنا ابو طلح اما سيدو كلو وحيرو اما اشاردي لاشاري حلاق لو فرت لو فيقي كدبنا دنك لو تابت. ثم قال وحوري ها هنا ابو طلح ابو طلحه الانصاري مجوغ هلكاني هاب لي واكنا فدفعه الى ابي طلحه دنك بيدق بيدح عفوا حودي أبو طلح حودي أبو مسلم الله سيونه يدي. وحدثنا محمد مثنى أبو موسى البصري قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي وأجيد حدثنا هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة نبي وحوقنا أبو طوري أرورت طبنادي ذي الحجة بورت عقبة العقبة الكبرى لورنجري ثم انصرف وحو النبي اسو ليحدي اما ثم جيري اما اوعد الى البدن جيلي فنحرها مركز جمع بدنه وانه سو مر جيلي بو غورعي والحجام جالس اي والحلاق جالس نك احير لهانا وافدي واسغهيا نما بورتي بو غني تدبا دغخ بو كتوراي اسو دنكه دخدا وبي حق توغ مري فرقه كدبنا جيلي بو غورعي وحان اسغهيا نكي تما أحير لها صوبنا عليه الصلاة والسلام والحجام أي الحلاق ننك توب لها ننك تما حير أي الجالس وافر ليا. وقال بيدي عن رأسه فحلق شقه الأيمن وقال بيده قعنت سنوك إشاري عن رأسه أي إلى رأسه بنك الأحير لها أبو نبك أطابته ننك حجام كما حلاق أبو للكان بنك أنكب بالله أحير دا فحلق وحير ننك حلاقها تما حيرها تما شريه شقه الأيمن رنك سمدك بوحيري فقسمه في من يليه نوحوقي بيتمه تدك حقي أمرك أودوا لأن تدك لموضة قرسين كره. ثم قال وحوقي لننك حلاقها احلق الشق الآخر رنك كلنا بالحير هذا فقال وحوقي نبي مقل الحير لدمي أين أبو طلحة أبو طلحة أوي فأعطاه إياه تميه وسيه أودي بمرك أم سليم سيكو يلي. طيب حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين أبي بكر عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله الجمرة نبي مركو طوري أمقاني بورتي ونحر أوقو رعين سكو قيليسي وحلق النبي تمي حيرتي ناول الحالقة وحلق بمعنى أراد الحلقة اللوجيدة أوضون تمينو حيرانا ناول حالقة كتما حيري وحودي بي
شقه الأيمن دنكي سيمدق مدحيس فعلق مركز حيري ثم دعا أبا طلحة إلى الأنصارية بوئيري فأعطاه إياه دنكي مدكتميه سيبوسيي قرآن وحين صوم مري دنكي بدحبوسيي ثم ناوله الشق الأيسر دنكي بدحب ودي بهذا ننكي تما حيري فقال حري احلق حير فحلق واحيري فأعطاه أبا طلحة أي ودي بدنكي بدح فقال وحري اقسمه بين الناس ضدك أقيبه مت كان بدح. إذن حديث كان مسائل دورة كتشر أو مدى كبادة أعماش مالك اللقبان أي أفر وهي بإجماع المسلمين أرورت لغا سوكال مزدلف لغا سوكال يوم النحر اللي يدادو ويوم الحج الأكبر ومالك هو أعمال بضن أعماش حجك أقول علوس طيوة مرك الله سوكال له جمرة العقبة لطورا وحاكو حيق قورع وحاكو حيق حيرشدة وحاقضن بأيام مكين اللي يمادو طواف الإفاضة للي ما دام طواف الركن وحاط تقانان أما طواف الزيارة بالليل هذا وأنا الركن حجك لأن توسا أسحين كان دعم هاي ديقنا لغو مكة بطواف كاس كتقدي سواء لقاربة تايدو ومسألة أن مرا لهاي أن هذا خلاف كتشرين مالك لكم اللي حانيسيد تمها حيري ميس مكان من التماد قورع كل حن ميسيد ضواف آدم ميس وأين أتكبل لوضو توريد يا جاني دبورتا جمرة العقبة قاب كل طوران لها أنت رجع لقو توري مدو البين لا تكبير سنة أيو أولها واتصوم برتين أنت أمرك الله دم أيو مالك أعمال الحج وردمات حماش حجك أوين دو وردمات أيام متشريقي لا فدي لها أن منا صدح المعلومات باكوهن يوم الحج الأكبر ساسا لوي ترتيب كاسي كو سودان سدا سو النبي عليه الصلاه والسلام يلي امتنا وفرق وحكى لو كجر حديثك نسق انه عمل هي من اعمال الحج حلقه حيرشدو اما تم قابسو انه هي عمل او سنه شيء لو حلالو اما بنيس لبنيسن اي شيء محظور هران لغا حرمي سدي بعض العلماء يلاهدين على ضعف فيه بركه تاسي واسدا قيبتك لي حديثك وحكو جير النبي عليه الصلاه والسلام تيميه سوني طاهر اهاي وواك تيميه لا قيبنا يا لا بركيسنا يا مركه شعر بني ادم اصغر نول هدي لا غويو اما لا جرو اما لا خيرو اني طاهريين حولها النول حبنك لا غويو ايغو نول وحو نوقدا بختي النجاس بو نوقدا ما قطع من الحي فهو ميتة بالسوق وميت طيب أما شعر بني آدم وطاهر حبنك أصوى النور لقوينا وطاهر نبي عليه الصلاة والسلام تميه سبان هاينا تذكنا والمد محايا إلي إلا إذا هو خاص ونبي قوينا كتهاي ديل بأبانتهاي والحديث إذا عري عن التخصيص حمل على العموم بإجماع المسلمين نسك قرآنك أم حديثك هذا واحد خصيصا لهين وحلوه حمبارا يين ومضون وذياله تماه النبي وحال مذا حق طاهر نماذا حق بركة ما حق بركة يفضل قال جماعة الله حق طاهر نماذا وحال مذا بنا تماه كله بنا ذلك لمذا خاصة مسلمين وعقلوا كجرا نينك وين مسؤول كأ أما نينك علوم ذا أما أنبيه أما خلافه رعيه ذا قيب كمذا هؤلاء قبتين درتيت إن مدنان قوني أي قسين كرا كذا أبو طلحة أمو سليم با مدنان قوني اللو سيي اتمه النبي لسي قيب بضان وكمدا هاوشنا قيب اللي محايا إلي أبو طلحة الأنساري أمو سليم يا النبي نبي يقويس كان كالقعيل قوني أكرد حي نبي قمت واكحك سنايين وأغرونايين وأغدد البطنايين أبو طلحة iyo ummu sulaym reerka iyo anas iyo qoyska reer ansaare qoyska nabiga ugu roonaa ee ugu dadaal badnaa weeye makal kor iyo hoosba laga soo maro muhaajiriin ansaaro wada socdo abu talha waa ninku nabigu ku yiri ummu kalthum habal oo buddig uthman oo taagan wasoo u xil saaray gabadhiisa ummu kalthum inuu xabaalo dafniyo hawsheeda iyo uu istaago mas'uuliyadeeda وسحابي النبي قبض دقي إليه حباش أقضي وحادة تمها أصغر الله سينيو
وحد مودان دردارن تاي او لا توساي لو فرفيق ليلي هي عاد اني قاعد يمد شركي مانتا كوغو دنبيسي ابو طلح وكفا ايديسو اذا نينكي تيمو بناقه تسي قويس جسنا مركي لو قور توري وكيم محي نقوتي اسو كو دحاي اسغا قبرك قود جيري وونا ايلي جيري نينك دخدا كشي جيري كجي جيري سا كسور مري نبيغنا اسغا حواش سو قوداي ايلك اسغا او جيهي ابو طلحه الانسان قضيه مركه ميشو وي كو جيرتا ايدنا وا مساله مهمه جدا هدي لا خيرن هيانا شي ولبا انن كميدغتا لغا بلابا الايمن اليمين اليمين وي معناها ساميشا كو جيرو مهمه ودا وحيد هذا حديثك وحا كو جيره التبرك باثار الصالحين التبرك بآثار الصالحين نبي هو إمام الصالحين صوما ها هذه تيميس الله بركة يستي ومد الله قيب شيء وحاك الله بنان الله بركة يستو حلوم هذا يا أولي هذا يا أهل خير كه تيمه هذه عدية هذا وقياس مع الفارق قياس مع الفارق وهي وحاشر دين بدن بين الصوم مرين مر كان لنا شيء كان وحلم دي شيء كان أما والحكم أن لنا هاي إنا هينو لفظي عموم كأن هينو ما هينو اما انا هنا قياس شرعيه قياس من شروط الزوم يمسو حكمي ذا لبدا شيء لسكه قياس قادني واني وداغان علدا كون سميين اما علدا يحمدو اي كبدنت هي ميد كحكم كلو رادن هي مقيسك اما فرعه اذا تما النبي محمد بالله الله بركيست ما لو بركيست انو النبي هي ما لو بركيست انت ميسو اي كدوين حق بركه يا خير كه بشر ككلب بن آدم صادرت إذن صحابي التابعين أيسن بركة سنن هين رادك يتميه أبو بكر الصديق ونبي وكحقي عمر عثمان علي لما هاي وهول دنبي هدو خلفاء الراشدين لبركة سنواي وأهل بيعة رضوان لبركة سنواي وأهل بدر لبركة سنواي وأصحاب الشجرة لبركة سنواي يا لب مودادة هذا مضح كسكسن بلا بركة سنواي اسكي اوشا ايضا اوشا باب حلوي طيب وخلق مرك وقياس مع الفارق وقياسا شهود سوء افسنين شغل اقولهين الترك سنة هذا هو من الخصائص من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ان النبي قلت كده الرزان سعون ميسو اسكي الالية اوشا مرك وخلق وحيسو ورقيبت اختلاف الروايات مرك وروح الثمر تنبنك مدك رواية وحيت بنك مدق باللسي أبو طلحي المسلم رواية وحيت شكتي بنك بدح باللسي كلا قيبي بنك مدق بوها إما هاي بنك بدح باللا قيب شيء ابن قيم سو حور رجحا أبو طلح وحو قيبي بنك مدق وحان اللسي رأى أبو طلحي قبل حاس كيس المسلم وأنا سو يدي وحال اللسي بنك بدح حافظك سو حولي الله بضبو صح ما ترجيح جمع كفي عن نون جمع عاصو سون مبري هو معي لبدا دينع بورتو waxaa loo dhiibay murku ninki xeere labada dhinac waxaa lagu wareejiyay oo qaaday Abu Talha qaadi banki midigna qayb ka qaata Abu Talha kiib dhina qayb ka qaata laakiin dhanki midig badankii uu qaybiyay dhanki bidixna badankii wuxuu siiyay Ummu Sulaym labada dhinacba dadka muslimiinta waxbay ka qaateen labada dhinacba ree Abu Talha iyo Ummu Sulaym waxbay ka heleen laakiin dhanka la qaybiyay toos loo qaybiyay wuxuu ahaa midigtu ahaa dhanka bidixna waa laga xataxantay si lama wada qaybinin marka labada dhinacba maxaa la siiyay faa'taaha faa'taahu iyaa iyo wuxuu u dhiibay labada waasuxu labada dhinacba Abu Talha loo dhiibay labada dhinacna waxba laga qaatay هو لا قيب شيء لكن منا قيب انت بقى لقو ادلي لقو دم يستر منا وحي اربع لقا قاتو بدن كم مسلم بالسي جمع اسبوع اسو حافظكم مرا من رجب من قيب نحول هذا الدير ولي بقى ادي ادو قيمه بدن بودغا زاد المعاد كيسا وحول يا وحاسو دم اختلاف الروايه رواده وهم بعض الثقات وي دن كم ميديك ام بالا قيب شيء دن كم بديح ام مسلم بالسي ولي بالرواد وحي عدينيان النبي يقول كدرس عذر كذا يعود كذا كدرس وهي سنجرتي تما النبي محمد عليه الصلاة والسلام عذر كي يبرفون كي هشو إذا تعبان كي كل حريدي جرتي مركز وحنقونا يبرفون كي عذر كدون كي وجود كون
saasay u haysan jirtay dadka xanuunsan bay ku daaweyn jirtay intay biyo ku shubto oo ay taxil ka sameeyso iyo ruuxa qandhada ay karkaneysa ku bilbili jirtay magaas faydhi jirtay baara dhol bay uga dhigi jirtay iyo iyo xanuun baabii ruuxi loo keenay xanuuns dadka isha ku dhacdo dadka qandhada karkarinayso kuwa isha laga hayo timahaas aad bay barakadoodi waa dhow bay soo gaadheen bay culimadu sheegaan aminka waad maqashay hindiya in leeyo qayb baa taalla باكستاني وحبان هاي نابي لي يقول لي ريم مكا وحبان نقصو قاربي لي أحد كأو قدام بي يتمنى النبي محمد يسوع قاري أحمد بن حنبل بوءها عند المحدثين ما لين كيقول لي جهمية ذا قراء عين الدلي إلى هاي القرآن كوا مخلوق له سونك وقبي قميص كي سروالك كل عشان يي بوقول حدنا كرباش كل عيد شذا الكبالات تجتمي النبي محمد ما لين قص لما هاي مالك سودن بيش وحابا كلا لا شك شيغو وأون هولو إسكاقا بضان كتر كتان كتر كتان إسكاقا بضان باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي وحو بابي هاي إن لعد يأفرطا عمال مالك ألا قبتو نبي محمد تميس يا حيري هيدنا إن ليس ويدي مالك إن حلاق مقعيس وحلو بضان يا وداد صحابي ومعمر بن عبد الله العدو اللي ونجري بان نبي حيري معمر ابن عبد الله العدو نبي مالك حجة الوداع أحيري يوم الحديبية خراش بن أمية صحابي الأورنج ريبا أحيري لا بلا زي كلا هاي خراش بن أمية الكليبي ابن ربيعة الكليبي با يوم الحديبية أحيري أما يوم الحج حجة الوداع وحأحيري أحيري معمر ابن عبد الله العدو تفصيل كاسا صحة كان لسكم أقصه باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي حباب هاي ننكي حلق مضح حيرتي قبل النحر سوء قور عن ننكي حيرتي محاة طلاء أو نحر قبل الرمي أما نيفك قورعة أسوء ولي توران ببورتي كالهور مرية نحري إيا حلقي أما نحري إيا كالهور مرية رمي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مشاب الزهري عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن عبد الله بن عم نعاس رضي الله تعالى عنهما قال وقف رسول الله رسول الله بجوك سدوك استاغي في حجة الوداع حجك سقود انت بمن ابو النبي جوك سدو استاغي للناس دتك جوك سدون وسن بقاق يسألونه يوح ويدي لأي اللي يسألوه منو نبغو استاغي وهشيسي وصرابو نبغو قاد كابو كوركي دو كفر استي ورسو امد انتي اعماش كدام ميساني سؤالنا ايو ودي فجاء رجل نمباين فقالوا يا رسول الله رسولك الله يو لم اشعر مدري من مقرنين اي لم اعرف ترتيب كاعماش افرتا انت قانتانك اوهر ريو كدبنا قورع كحيقو كدبنا حيرشدو كحيقتو ضوافك قدام بي أفرطا إني سدا أترتيب سنة نبي لمانا أغيم بول لو حجك دور ريا نبي اللي زعجيان فقال يا رسول الله لما أشعر مدري من فحرقت وان حيرتين مضح قبل أن حرين تان نفك قورعين قورعي كهر أيابا حيرتين نبي الله فقال اذبح ولا حرج اذبح ولا حرج ما هذا قولي من واد حيرت صوما اذبح نفك قورع هذا قول عزمه ولا حرج نبي دمناكم ما صاروا هوشات كالهور مريسي أقوان درد إيكوكيس ثم جاءه رجل آخر نين لباد بأوين صوبانيه صلى الله عليه وسلم أولي تاغن وضدك سوغي فقال يا رسول الله لما أشعرانوكونا مدر يمين سيوك له الرأي مقرنين فنحرت نفكي بان قول عقيلي أنوتي قبل أن أرمي الجمرة انتان انطورنين نين كان محور مريي نحريقي حدب ودقي أولي كتاغن رميجي وطوران لابورت فقال نبي حوري إرن هذا طورو إيه قدن طورو إسكد أورك وري ولا حرج دمبنك مصارك لو هرمان انتك لو هرمان قال وحوري عبد الله بن عم نعاس فما سئل رسول الله رسول كهي لموي الدين عن شيء حكمك قدم له هرمان شيء ولا عن شيء أخرى يمد بلورد جاي إلا قال مالك وحورنا افعل السماء وحد كل من ولا حرج ذنبنا كما تأجنهر برنت إيو دب دجنتي وإيمان دونتا فما سئل رسول عن شيء من هذه الأربعة وي وأفرتن أفرتن وي أما واصد حدا
oo ah ramiga iyo dhabhiga iyo xirashada turashada gowraca iyo xirashada way saddexda laga hadlaayo ma aha umum kuma jiro riwaayad kala da ya cadayn doona وحدثني حرملة بن يحيى تجيب المصري قال أخبرنا ابن وهب بن عبد الله أخبرني يونس يعني ابن إزدى الأيلي ابن الزهري عفوا الأيلي عن شاب الزهري حدثني عيسى بن طلحة ابن عبيد الله يتم هذا النمر هذه مالك ما لا متابعيه جدايو يونس أيا متابعين يا مالك أنه سمع عبد الله بن عمرو عاصم بن مقلي ماشي عن أهيدنا هذا الصمع بلقوع عضينا يقول أسوغو لي وقف رسول الله رسول كلاهي باكو استاقي أما كفر استاقي على راحلتي أشي دوشي دي فطفق الناس ضد بوحي قدق لين رمي أبضنا يسألون هنا بقى يسؤال ويدين إياه فيقول قائل منهم ماذا يكا ماذا وحورنا إياه يا رسول الله إني أنا لم أكن ماهن أشعر مدقرنا إياه أن الرمي قبل النحري تورشدو إنه كهر رئيسو قورعة وقورع الدنبيو تورشدو أيها الرئيسو ما قرن إليم أيضو يسيدا طيفا نحرطوان قورعي قبل الرم إنتا ننطورين كهر بان قورعي ما قرن إلينا بعلو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي الآن هذا توروي ولا حرج أي ولا إثم دنبنكو مصر رهر مرنتي قال وحولي وطفق آخر متكلا وحوق ذقل يقول من ليهي إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق نبي قال له موغين قور عيون وكهر حير الشدة فحلقت مركزا حيرت للجهل قبل أن أنحر إنت أن قور عيون كهر فيقول نبي وحورنا إن انحر هذا قورع ولا حرج الدم بنا كما صاروا قال وحور السحابي عبد الله مسعود عبد الله بن عمرو عازها فما سمعته مما قال يسأل يومئذ ما لك النبي قول له ويديني عن أمر أرهن ومما كيئه ينسى المرء ويجهل ينسى المرء ويجهل قيد كي والغوشة سو مجد فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر أي عن أمر عن أمر ما محي عن تقديم وتأخير بل مجد ما لنك النبي قول له ويدين ما أرك وحلك الهرمة شيء أما لك لا دبن مريي ومما كي كمدا ينسى المرء روحه المامه ويجهل كجهل نوضي حكم كيسي ومن تقديم بعض الأمور قبل بعض وآه كالهرم أنت لك الأمر يا أرمها بركوت برك الأمر مري وأشباهي أي وحي لمذا إلا قال مالك وحورنها يفعل ذلك ولا حرج سمية وحيدين لمن دبن لما صاروا هذا مالك أحكى لك الأمر جوا أفرطا عمل أموي أفرطا عمل أموي حدثنا حسن بن علي الحلواني أبو محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري حدثنا أبي وذكرنا إسادواه إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان الغفاري عن شاب الزهري صالح بعضنا متابعين يا مالك إيه وذاتك أصورها يونس ابن يزيد الأيلي بمثل حديث يونس أيوه الشيغي صالح بن كيسان عن الزهري إلى آخره حديث مالك وموسى الشيغيني صالح بن كيسان ابن شاب الزهري حكوري حديث لميذا حديث يونس عن شاب الزهري وحدثنا علي بن خشرم المروزي أخبرنا عيسى ابن يونس بن إسحاق السبيع بأجيدا عن جرج عبد الملك قال وحولي سمعت من شابا ما يقول أسقوا له حدثني عيسى بن طلح بن عبيد الله التيمي حدثني عبد الله بن عمرو عاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو يخطب يوم النحر حلوا النبي خطبين يا مالك يوم النحر خطبين حجك الله خطبه عند الشافعية وأفر وأكته مالك تضبات إبريوك الله نقاق دون حجك الله نحرن دونه إلا خطبه ونكس وددك الله شرح عماش هذا بريوه يوم التروية ومالك سيدي هذا حجك الله آذي لها سيداها الله يولو ننك قابك وحرن هيا ننك سايي لي ددك أحكام الله يوم السابع مالك تضبات من ذي الحجة بشعر وطقانان تذكر الله خطبين بعد الظهر وأنا هل خطبه لما خطبه معه هل خطبه خطبه عيدات خطبه يزان هذا ما الله بذكرك تنورت جمعة وفجسين هل خطبه وبعد الظهر أحكام تذكر الله شرحها بري وحي إيمان دون لكل ما هي
marka khutbada u horeysa ma daawo khutbada saddexaadna labaadna waa oo khutbade wa khutbada maalmaha minan la joogo maalinka yoomu tarwiya minan la joogo ayaa dadka wax loo sheegaya wa salaadin la jamcinayo laq dhuhr iyo asr maghrib iyo cishe halka lagu tukado salaada fajr بعد الفجر لو بحلقاء عرفة الآد خطبة الصدحات ويوم عرفة بمشهد النمرة قبل صلاة الظهر وبعد الزوال واتقرن إيسا مركو الظهر قالوا انت وين لتكنن أيها ومدر الله خطبة أيها خطبة أفرادنا وخطبة أرورة من اللي جوغو وذا دانا تاسور من أي كتاقان وحي قليان أيها متشريق خطبة قليان أنا أقول لكن أفر تاسوي طيب مدى سلاع النقم معتمد كان ومدى مانكة الضباط إيو خطبة النمرة عرفه إيو خطبة يوم النحر يهدى إنو تاقن هاي إبنا إيو خطبة مانكة اللبات أيام التشريقة مانكة اللبات طبنات وذلك الله عدين دون إنك تعجلية إنك تعجلين حال كيس محوية هاي خطبة مركة النمرة أيضو خطبة كلا صدح ذا وامد مد لكن خطبة يوم عرفة أما النمرة أتكو خطبة إيسان أيضو واللبو لبا فرديوي خطبة هاي لم تاي جمعة هاي لم تاي واتبارك وضع إيسان بيلت أي نقص عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما بين هو يخطب الناس يوم النحر حلو النبي أخذ بين يعني وانيني وحشر حي ضدك مالك يدون فقام إليه رجل نبى النبي أجوك سديه فقال إما كنت ما هي النبي الله أحسب كي مودا يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا مفلين نبور مقرنين أن كذا وكذا رمي إيو نحر قبل كذا وكذا إن كهر ريان قورع عفوا كور ريان يا ضواف كوكا لما ترى نوال مقرن ينبور وكتبي ثم جاء اخر متكلم فقال يا رسول الله كنت احسب حنمودي ان كذا قبل كذا انو ياي ان رمي ان قورع وكور ري رمي قورع بن سور مري لهؤلاء الثلاث اي يذكر تقديمك التاخير كوشي وحكو سبسين لهؤلاء الثلاث صدح ذوي والرمي هي قورعي هي حلقي قوي طيب أيضا حلقي صحابة نين هرمري متشرين ضوافك سو هرمري لأنه من اللي تشوغا من أوحى اللي سكو قصي دادكو اسكاقا قسمه واصد أحدا والرمي هي قورع هي يحوي هي حير الشدو قال نبو حوري نول بحكوري افعل ريال وحاد قود من لا إما ولا حرج ابن متى متاغنو إذا نول بحوشي عذور دار وأنا المامي مقرنين وقال الآن يا قندر وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بكر البرساني وحدثني سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي أبي ويحيى يحيى بن سعيد ابن أبان باسم الله إذا هذا جميعا عن ابن جريج جميع محمد بكر إيو يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج بهذا الإسناد سند كذا مرة ابن جريج عن ابن أبش عن مشاب الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عم عاصب صومرتن هذا أما رواية بكر وحي كل دون الشيوخ داس الربان وتلمامه أما رواية ابن بكر صوما أسو محمد بكر البرساني فكرواية عيسى عيسى بن طلحة رواية سهري لم تهاي إلا قول ويدي سمى يجري لهؤلاء الثلاث صدح ذا الرموت وتورشدا قورع يحيرشدا صدح ذا موسى أسوق الشيخ وحلق الهور مرنا إن صدح ذايين فلا إنه لم يذكر ذلك أسوق مشي شخص وأما يحيى بن سعيد بن أبان الأموي ففي رواية وحاك جرى حلقت قبل أن أنحر وحانت من حيرتي انت أنا قورعين نافكي نحرت وحان قورعي قبل أن أرمي انت أنا تورن بورتبا قورعي وأشبه ذلك كجرا يوحي اللمدة طيب ومثلا أضيه كرت وحان تورتي انت أنا وحان قورعي انت أنا ضوافين وكالي هدي لوران كرويات أما وحان حيرتي انت أنا حوطورن بأ
إذا نصون إنه لهؤلاء الثلاث بلوا إجماليا إنه تفسيري با. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزيد بن حرب قال قال أبو بكر حول حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال أتى النبي نبي وحا أيمد رجل نبا أيمد فقال وحول النبي الله حلقت قبل من أذبح وحان حيريت ما هيجي أنت أنا قور عنبا قال فاذبح هذا القورع ولا حرج ابن مجر قال متك لو حول ذبحت قبل أن أرمي نفك بأن قوين أنا مبورت بأن تورن قال إرمي هذا القن ولا حرج وحدثنا النبي عمر العدني وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد زهري هذا المرئي سينا سوى شيخي عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عم نعاس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنى عم عاصب وحولي النبي قال أركيو هشي صار مالك بمنى تاغن فجاء رجل باوي فذكر وحوشي بمثل حديث ابن عيينة وحاشي معمر إلا معمر عن الزهري ابن عيينة عن الزهري والثم ريسين وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزادة حدثنا علي بن حسن بن شقيق المروزي عن عبد الله المبارك المروزي أخبرنا محمد بن أبي حفصة البصري أبو سلمة البصري بن لؤي قنا أبو حفصنا مقعيسا ميسرا الليل هذا وأن صدوقه صدرت أبو قذال وجي روايديس عن الزري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عم نعاس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر نبي محمد بن مقليو جوابها هي أويمت نن مالك النوى وهو واقف عند الجمرة نبي قلت تاغان بورتا اكتدا ان كديرين با ان كفغانين سودتكو اوغو شرحا احكامتا حجكا فقال انك وحو نبي قلت أويمت يا رسول الله رسولك الله يو اني حلقت قبل ان ارمي وحان توري بورتون انغاني انت عفوا وحان حيرتي تمها انت ان بورت تورانين فقال ارمي ولا حرج واتاو اخر مثكلا أويمت فقال وحو اني ذبحت وان قورع نافكي قبل ان ارمي انت ننطورن قال ارمي ولا حرج واتاه اخر مثل حد من نبي أويمت فقال اني افضت الى البيت نبي الله ساك وان شرمانوك بقاق هربا ساد اللسو كذيبا ما كان كسو تشيريب طواف بان كسو رفتي قبل ان ارمي انت ننطورن فقال حر ارمي ولا حرج والروايه مركة أن كو إيمان رواية كالوردن رواية كالوردن وحين كو إكايان سادحذان رميقة إيو قورع إيطو رشضة رواية وحاكو تمت نبي الله وابن تقانوك وذا دانا وحي شيئين حلق السحابة نين ضواف هرمري إنو سنجرين رواية أنا مركة دي ديس واتيوران أنا عارف كو إذن كسور دفتي أفضت إلى البيت كعبدا ضوافي وضواف الإفاضة لئمت قبل أن أرمي قال إرمي ولا حرج قال عبد الله بن عمرو سعودي فما رأيته ما أرك سئل يومئذ نبي قل مالك ألا ويدي عن شيء قدم أو أخر وأعماش أفرت هيدا إلا قال وحورني افعلوا ولا حرج سمي ابن إلى مصر ابن عباس بقدم بيوم مركب وشاهد وقال لي حديثك عبد الله بن عمرو عاسي وقصر بالله ببابك حدثني محمد حاتم ميمون قال حدثنا بهز بن أسد بوجيدة حدثنا وهيب بن خالد الباهلي حدثنا عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني عن أبي طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح نبي قال لها الله في الذبح قورعة يو الحلق حرشدة يو الرمي قنشدة لقنته والتقديم والتأخير يا كل هرمان انت افرت لك الهرمان عفوا صدح هذا صدح ابو سوق الشيخ ذبحي حلقي الرمي فقال وحو النبي لا حرج دبك ما جرى هوشا ايضا دبك ما جرى اذا واركتنا هوشا ايضا وصحابه يا مسلمين اما هل بامي اما انقرنين ترتيبك شرعك اها اي سنه ان قرشه الرئيس كدمنا أي كحكتو قورع وكحكو كدمنا وكحكو حيرشد وكدمنا وضواف وكحكو افعل ولا حرج هاو شاسي كتمت مما ينسى المرء أو
يجهل وإذنك صومري إنك ناسيغا إهل مامي أما أنا قلت رأيوكي سأسوك مران مالها إن لورنها يفعل ولا حرج نيك لكن كس سودو مريي محاطلا نيك كس سودو مريي أسوك سنوضا قرانيا ترتيب كيدي إيا نبي سودو سمي قرانيا أسوك اسوي داريي محاطلا إفعل ولا حرج مالورنيا ومسألة خلافية صحابي حديث كوري عبد الله بن عباس وحورنجري من قدم شيئا من حجه أو أخر فليهرق لذلك دما ديك بواجب وسوق أورنجري نيجي هرمري جورعة ورمي كهرمري ورمي جدبو دجا جورعة صهر مريا نيجي حلقة صهر مريا جورعة كهر مريا نيجي ضواف كصهر مريا صدح ذا متك ماذا كهر مريا إن لقرب ديك ترتيب كان نيجي خلافة إن ديك لقرب أسوق قبي واجب كتري سنو خلافي دم دجا وحقوقها بكرا هي وحقوقها بيا بقبي ديك وإنه نف بواجبية بأسوق تغنى حديث كيسة ما بيجيبها صوت سارة بسند فيه ضعف سند كافي عن يقصص أبو جعفر الطحاوي في شحن معاني الآثار صادرت ابن قيم حلو وصحى عن عباس في كتاب رفع اليدين حافن حجرنا وحسن بوري كتاب كيسة الدراية في تخريج حديث الهداية وحديث كسو ابن عباس كسو وحاكر راعي ابن عباس هوش أرددسي رقم ذا سعيد بن جبير با كميدا وكن راعي وحاكو راعي ابراهيم النخعي وحاسد قبي جابر بن زيد ابو الشعثاء حسن البصري قتاده كل وحي قبين تابعين تا يا صحابي وحي كنت تجين افرتا نبغي سيدا وترتيبيي نينك اقون در وكل هرمريه اما هالماما افعل ولا حرج ديك لك مره لكن نينك سيك ولا كعصو قرنا يجد افعل ولا حرجا سمينيا وسلمان عودة تقليدية يودي رزع مع الغرابة بيدين صحابة وحيد صحابة كان يتابعون تقليق بالغ الربا إني مسوي الدقيق تاي ابن عبد البر وحوري ولا أعلم لأهل العلم جوابا في المتعمد في ذلك ولا أعلم لأهل العلم جوابا في المتعمد في ذلك نيك كاس اوكل هرمريي سلف تابعين يا صحابه يا علماء والامصار نصحت كما هي وحي كيد هذه المساله دقيق اذا وحي جمهور لا ادين مك احكام الحج لجوغو عامد كايو ناسق جايل هو اسكو باب اذنكم هلك اما قياس لا ملك لا ادل لكن حديث كان مدري شنكه لماذا حديث كان وحكو يمد في الناس والجاهل افعل ولا حرج موضوع خاص يكون يمد هذا سوغريسو عامد كاسوغريسو اما متعمد كاسوغريسو وحال ورن هي الدعوه عم من الدليل وحات شيغريسا ناسي يا جاهل يا متعمد كسو خلاف سنة النبي او خلاف والنبي وددي خلاف كسنا او خلاف انه لبدي هاي نن عامي وجاهلة أما هالمامي إذن وحن أدري شت يفعل ولا حرج وحن يقول يا دعوة أعم من الدليل وحد شيغان يدليلك وحاب الله عرن وقدب الله وحد شيغتي وأنا قادح في الأصول واتقرنيس وحال ربا وحد شيغان يدليلك هذا إني إصدبولا إني إصدبولا هذا يستدبولين وحافي عن دليلك انه عام نقضه ودليلك قدب الله الناضو وحاط شيئان يسؤون نقضه جزء كم ذا دليلك وحتو سهي ان يكون الدليل عام من الدعوة واللوغلية ودعوة وحي نقوم فرد من افراد وحاط شيئان يس طيب وحاط الصومالي ورنو يعصده محاو دليل عبد الله عبده وعسين بات محاو ليه دليل كذا بحون نقضي عبد الله يا عبد محاف شيغتي صارون يا عبد هاي مسكين هيا وحاف شيغتي دليل كذا كي كوبن دليل كا كوبن ولا بروح هبل هبل بعد بات محاف شيغتي صارون عرب بات وعبد
الدعوة أعم من الدين وركنا فاندين بان ربا. طيب نقول بول لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا هذا جن قريابات لما عذابها معلو هذا اللي جدمرك أحاديث ده حديث على أول خاصك الله يعني وأنا نيان كبيرة كل دعنا ما كل منن أما أن شرك كل دعين أما وعيدك لك تعلقين بالله لا يه وعد جن ألسو بودي كصاب سأل توحيدك ومقيد بانتفاء الوعيد مرك الدعوة وعم من الدليل المقيد هوشا إسكو هذا تقلب هوشا كتاعن تقلب كتاعن أنت وحادير أنا سبأ لو يدي نين كل هرمي أفرط ميت كم إذا خالف السنة وري ابن عمر بأ لو يدي وحول خالف السنة خالف السنة كدي لبوي لا صور لي ينمين قرابيهم بمالين الحجين يوحي كل هرميين أفرط بيك هرميين نين بأ أنتو أنت أردن بيسود وافن أيقون حيرانين ابن عمر رقم حولها روح بين آدم وكعبد وجوه الرينجري متشرين مركو حجني بدهور أنتو سوق الله أو تورتو أو جورعو أو حيرتو يورد تشري أسمع أوه دوافي تشري مركو أسوق كعبد بجلي وحوار كين نين صوت ما يسوق خوار بح أو تمر دير حورا دير كالي حاجات كتير حال حاجات بري نزل فنبري من الصومر هاي لكن وحول أنا صاحر إني من صور ضو ضاف كمان بس كده وان نقرا وان حيران ليه من أكون نقول أورا صاحيره صور نقو مر لبع ضاف إن أمبوري أنت لضخم اللح لحية بور نيس كجروي باتو ضق نور طبالة مخالف للسنة صحابة ما كقصوا كان تهاوشا إن خلاف السنة تاعي ليكنو كواجب هينا ابن عباس بكسو كان ياي إجماعات كم لسوقوري وور متأخرين إسكي إلى لي مثلا مثلا علوس ويه وإجماع كون تمينا متشرو تذكري كرتان هكو آفو بنا كطيب كي راي أقري عودو أقري بحي إفعل ولا حرج إفعل ولا حرج وحي خصيصا الجاهل بسنة الناس والساهي متعمد كإن لو قياس قاتو مسألة فيها نظر قياس كاهوري عام قد لسه بودين وحديثية سحاب ابن عباسة ورقة وريي افعل ولا حرج وون الديذي نيجي كل هرمري كسو كل هرمري انو دايو ديك بلغ الربابول اذن ليهم ما ينو حائس خلاف الرواية ديسي رواية ديسي رأي ديسي اسمه خلاف معايا ليه رواية ديسي وحكو صاحب صنايد نين اوقت تغي ترتيب كو خلافي للجهل او النسيان هاوش الناس وحكاها الله يعني نينك كسو كل ورمري مركا وحاوي هادي نينك متعمد كأول لمدية سايا الناسيقة سيدنا ابن عباس بان فتوى دين وان خلافين رأي قيسو رواية ديسا مركا هادو متعمد كو لمدية هاي الناسيقة جاهلك لما افتى ابن عباس بوجوبي الدم على على المقدم والمؤخر متعمدا ادسك الى لي ومساله دبدا ذهبت اسكو هيان ما لا يجمع حنفيه حتى وحيلين طوافك وكلادي لا هربري كوان مو اغولو بعض الظاهريه سدو كلي لبا صدح رما روم روم بمويني طوافك اسك الى لي طوافك سو وكدرن يا كو وكلي نيمان كمركا افعل ولا حرج مع لو حنباريه حنفيه وحي ودهن بافعل ولا حرج وحابه ويه حرجكم ونفي الاثم لكن حتى نينك كس اوغتغ اي نينك كم اوغتغ وا اسمي ديق بلغه وي قبان حنفيه افعل ولا حرج ولا حرج ونفي الاثم لا اسقاط للدم والجزاء تاغي او شان هذين ادفاندين بيلت المهم أو شو أمي مسوحه ويسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنت أذكري كرتو ترتيب كذا إلى علي خذوا عني مناسككم من أبو إذن جيري أو شان الجاهلي ناسبه كسو أرورتي مرك التوسعة لما لم يوسعه الله يتضييق لما وسعه الله إسكي إلى علي وطريقة أهل البدع نوام حي شيء عام يعني خاص كردقان أما شيء خاص أي عام كردقان
وما هم بخارجين منها بخوارج كل دقيق حيدا نار ننقل مرقة صوب بحماي وحي أهل قبلة كو إجماعين ننشا نقل انت لغا صوب بحينا نار لقين وقاذا هات جنات كوه الرئيسي انت جنات لغا صوب بحيو وقاذ راحيستي كالا لقو يلادو جهنم لقو يوقي ماي مدعي كتا أيضو حتى خوارج بين الله سعود تلسكو أيوا محي talasku ay waani nar la galiyay ba laga soo bixin markii dambigiisa laga gooyo laga soo bixin oo janna la geeyin ba lasku haya khawarij waxay dhannin nar galay janna ka nar ka soo bixin ma wa ma hum bi kharijin min ayada la midkay ku dhagee waxa la ayada siya qodo hore ya sibaqa ya lihaqa akhriya ma ka halaya galay ka halayn ayadu galo ilay ku kufri ka halaya ahlu tuhid kama halaya ahlu kawari kama halaya مرك الطريقة أهل بدع وام حي جعل الخاص عاما والعام خاصا أذكر إلى ليا بيان قدر قراء أنت أنا حديث كم زه باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر حبابي هاي إن لا تشعلي هاي طواف الإفاضة ما نكذب نقول طواف الإفاضة ما نكاسو له هذه دي بلورد يقول أيام التشريق يوسف كلا دافي ظروف هذيك وقبطاء يحنون إيو هلمان إيو هولك الكوي مادان أيام التشريق الله يمو كوي الطبنك لبي الطبنك صدح الطبنك هذه كلا دافتو بشهد الحجية كلا دافي هاي لي ويقدم أيام التشريق ويقدم بي إن دي كوي واجب يا مع لإماشيه سبع اللو بدنيا كما تيجرد أو الله جربا أو أنا الله تمادو لكن ليك بهذانا كوكبيس هذو نافو أيام التشريق حنو بس كي مادة قف بس كل ما هي قف بها ولا كل ما هي مركا ضاف الإفاضة وحوله ما لك تمناد هذو سيرينا كي تمناد إلا بيتمناد إذا دحيت تمناد أيام التشريق هذو سيريو ليك بكو صلاحي إيه أسيق الله تمادو ومرة ما كان عين لأنه ورقني حدثني محمد رافع عن نيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن مما السنعاني أخبرنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر نبي حب تعود تغي مكة يوم النحر مالك دونوغة وضاف الإفاضة وليمت ثم رجع نبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر دور كتو كذي بمن بكتو كذي دور كمن كتو كذي قال نافع وحيدي رواية جابر وحن قصهم حديث كده جابر الديرة وحن قصهم مرّي نبي يقول إنه كنت كذي مكة ثم قرن نساء هذيك جابر الديرة وحن قصهم مرّي نبي يقول مالك إنه مكة كنت كذي ابن عمر وحكولة ياي نبي يقول منه كنت كذي دورك قال نافع وحول فكان ابن عمر وحوها يفيد كيس ورقة يوم النحر أما يفيد كذا في فضل لي مادة يوم النحر مالك دون دوغة ثم يرجع ولا بنجري بعد طواف الإفاضة فيصلي الظهر بمنى دورك منه كنت كنجري ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حين الشيخ الجري نبي أنه سدائي يالي نبي قد طواف الإفاضة لي مد بعد طواف الإفاضة دورك كنت كنجري منه والله بتي وحدثنا زيد بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حد أخبرنا سفيان الثوري بأجيدة رواية المركة سفيان وحالة تفردي الأزرق تفرد به الأزرق عن الثوري ترمذي المركة أنه مرنا سقال بغل إحنا أفر حديثك وأنه صوم مري أنه ترمذي سداشة وحلوة حديث صحيح لكنه يستغرب من حديث الثوري عن الأزرق عند الثوري رنتي وعوي رواية وحالة تفردي في الرواية عن الثوري يوسف إسحاق بن يوسف الأزرق لكن حديثك ومعروف مشهور عن عبد العزيز بن رفيع وشيخ الثوري وبخاري وبكورية كن لحبغل كنتني أفر من طريق بكر ابن عياش الأسدي عن عبد العزيز بن رفيع كرواية الثوري أو شان وين صوت المعني طيب شواهد دور نوالي هاي ومعنا حديثك الشيخ حديثك جابر بكيمت في صحيح مسلم حديث ابن عباس يوه ابن عمر بكوي من عند السنن وحكوي يمد حديث كي عبد الله بن زهير أورنجي ري شنت صلاضات شنت صلاضات إن لقوت كذو إن لقوت كذو منا
ومن السنة أورنجري من سنة الحج بأورنجري. أنا عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنا أسم مالك بن ويدي قلت حانكوري أخبرني إيغورن عن شيء شيء عقلته عن الرسول أي عرفته عن رسول الله شيء النبي قد كقبطي أما قد كقايبتي أو حفظي النبي كقبطي إيش كو أين صلى الظهر يوم الترويه مالك يوم الترويه النبي حاجة دور كنت كذي مالك السديدات إما كلا قب حاية إما نلا تجي نبي دور كم ما كنت كذي مسمين أنا سو قال حول بمن بكنت كذي قلت محاني روايه انت وان فامي ماشا مركا قال انه هل كان وي مالنكاس من الله تقهي سيديادات يا حجك بلو ويسا ظهر يا عصر يا مغرب يا عشاء يا فجر ام من اللي قلت كذا ومن سنه الحج وحديث جابر بين قصه مره ديرا حديث ابن عباس بن عمر في سنن بين قصه مرتين وحديث ماشا عرنا يا عبد الله بن الزبير من سنه الحج والصلاه وصلاه الصلوات الخمس في منى ظهرك عصرك مغرب عشاء يا فجر في يوم عرفه لو بخلها عرفه الادله شنطه وحال قلت كان يا منى قلت كان ومن سنه الحج انت سو شيء قلت وحارف فأين صلى العصر يوم النفر ما نكون النبي كبحها يا منى كدقاق هي اي حج كدماضي يوم النفر ما نك دقاق سفرك حجيب كنت كذي عصرك قال وحوري أنس بالأبطح دحد كنت كذي ما كان من الله قصر دقاق وما كان للسؤال قوبا حقا كاقبا قونا دنكا أسو كاقبا لول كان بنانا الدعس ما يهد الغياع إما كحق يدحق يا أبطح الليل هذا لول كاسوي حقا مكون أدويا انت بنا حقا مكون أدويا وإلا من الله غير رمانا بورية تاك تاك بايرجرة marka marka loo dhawaado ya dhul banaan oo aragtida ku lugaysan lugta tii deysan gal dhulka oo dhulka abdhaxe laga hadlaayo waadiba toga biyaha ya ku daaci jiray meesha duu ku soo kufo ee ku daaco iyo qurux badan bulaa nis bulaa oo jilicsana dhul waasacuna ah xaga xaga buura ka xiga abdhax ba laydada badha ba layda muhassab ba lay mu'arras ba lay magac badan buule tayib halkaas nabi casr ku tukadeeyo laanu بعد الظهر بالا تورتا جمراتك تي كوبات تي لبات صدحات نين كان تعجلين ومالك صدح تبنات اذا الظهر كبال لتوكن بعد زوال لوالا تورتي اذا عصر نبي وحي كنتو كذي انتو سمينا قليم بوتو كذي وي ما عشاسو نبي قد دقي مركزو كنتو كذي عاشنا وحيتي نبي وانو يعد قوين هيو انو ماشي يقسوها هي انت 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 سن مكجلين ان ان سو غارو ربالكاسو ايغو سوغنب ساس عاشه دي جيرتو ايدي واخاس كو قبان ابن عمر واس كو قبان دونا ثم قال وحوري انس وفرساد ارضي غير روين واخ كسخو ارضي وحو كيااباي عمردي سي علمده لا سوتاي او ابدح با دافاي انو سو اسكا فريستو وقلي ربن ما يدهان ومخالف للدوله نك وا خارج او مدح هارسدا اما اي خيرا لمن أدوك دبغان أو شعب كذي بلشدو دا طبقالة أو امتحانة أو ننك وحي رأيك خلافة حركة أقاضي آية أنا سمركو حوى عبسد أرضي يبوى عبسد وحوجي افعل ما يفعل أمراؤك نبيك حقية عصر كنت إنت تكديس وحاد سميزا هي تليس كذا وحي سميان يال عبها خلاف ماشي كنت كذان يماشي الدقان كلتكو لكن سنضو حوي نبيك ماشي فريست إلا فريست طيب حديث البخاري لفظ صحوها خرجت الى منى لفظ عبد العزيز خرجت الى منى يوما يوم الترويه منى ابحي مالك ترويه ذا سديدات فلقيت انسا ذاهبا على حمار انا صو ضمير وطوس عمران لكل مي انصير راعي فقلت اين صلى النبي هذا اليوم الظهر وحنقول النبي ما انت ما انت وكالي حق دركت كذي فقال انظر حيث يصلي امراؤك فصلي به في رسول ماشي تلس كادو مرد كنت كذا كلتك هذا مسلم لك وي عدي زمر وحو شيغي ماشي النبي كنت كذا دم وحو يري مكو اوغا بقي انو دب كلا يمادو سدا يير مركا هدان عيد كو ديدين دبنا هذا كبقينين ماشي النبي كنت كذا بتكا تكنيس
والله سبحانه وتعالى أعلم.